السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في خبر جديد من أخبار قناة عبير عامر. في ياريت الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل عشان كل الأخبار الجديدة تسمعوها أول بأول إن شاء الله. أعلنت دار الإفتاء إن الخميس 3 مارس هو المتمم لشهر رجب، وأن الجمعة 4 مارس هو أول أيام شهر شعبان. وتقدمت الدار بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري وجميع رؤساء الدول العربية والإسلامية وملوكها وأمرائها والمسلمين كافة في كل مكان. كل سنة وأنتم طيبين.